mucho más que un atraco y tú lo sabes bien. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد. والتريلر اللي هنعملها رياكشن النهاردة هي الخاصة بالجزء الرابع أو الموسم الرابع أو أي حاجة الرابع بتاعة مسلسل لا كازا دو بابيل. احنا دلوقتي على الهواء مباشرة على البث بتاعنا على نيمو، والعنوان بتاعه قدام حضراتكم على الشاشة، تقدروا تنضموا له في أي وقت عشان تتابعوا معنا الحاجات ديت وهي لايف. والناس هي اللي قالت لي إن التريلر نزلت، وانا قلت لهم انا بصراحه خايف من اني مش هفتكر حاجات كتير في المسلسل، واحتمال التريلر تطلع بارده شويتين، ولكن هم طمنوني وقالوا لي لا هتفتكر وحاجات بالطريقه دي. فبناء على كلامهم يلا بينا على طول نخش في التريلر اللي كالعاده ما شفتهاش ولا مره هشوفها معاكم دلوقتي لاول مره. فيلا بينا. Puede joderse en una milésima de segundo. Ok, Dana Fak. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros. Tú deberías protegernos. Ella puede cometer errores, pero tú no. ¡Cállate la boca, gordo! Te voy a matar. Vas a quedar callado. Tú que baja la pistola. كله رفع على كله. Te ofrezco la libertad. Si no colaboras, 30 años. Tú decides. Inspectora. Coronel, soy Gandía. Jefe de seguridad del Banco de España. He conseguido liberarme. Acabo de perder las cámaras de limpieza del banco. Estáis solos. Que ya no sois invencibles. Tokio es un asesino. Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí. ¿Pero qué iba a sacarnos? Cumpla su palabra. احنا هنقعد نلعب اللعبه دي كل مره؟ ما خلصنا بقى. اوكي، فاحنا معانا نصيبنا من الفلاش باكس برضو على ما يبدو. هو دوت التفسير الوحيد اللي عندي لموضوع برلين افندي علشان بس نخلص. من الواضح ان احنا وضعنا في الموسم ده منيل بنيلة، الاوضاع سودة على جميع الاصعدة. راكل اتمسكت بعد ما كانوا اشتغلون الاشتغالة بتاعت انها ماتت، بس احنا عارفين من الاول طبعا انها اتمسكت. البروفيسور مش عارفين اذا كان هيعرف في انهي نقطة بالظبط، بس هو رجع لادارة العملية بشكل عادي. وعجبني الدخول بتاع الراجل اللي هو مدير الامن بتاع البنك ده، ان بقى في فوضى جوه المكان نفسه، جوه الحدث نفسه، ده شيء جامد جدا 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 ويستحق التفصيص بصراحه. بيلا تشاو على الهارمونيكا حاجه سجون حزيني جامده الصراحه، رغم انها ما بتكملش معانا كتير على ما يبدو. افتتاحيتنا المأساة بتاعت نيروبي، وعلى ما يبدو الستريم كله متوقع ان نيروبي باي باي. انا هزعل جدا لو نيروبي باي باي بصراحه. انا ما عنديش مانع ان احنا نكمل في بعض الرخص على فكره ونحتفظ بيها باي شكل من الاشكال. عاوز معجزه وتقعد معانا، مش فارق معايا. هو في نقل دم وفي اجراءات، ان شاء الله خير يا جماعه، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. الموضوع قلب مدعكه، ركالت مسكت ودلوقتي بقت احد الكروت اللي الحكومه بتلعب بيها، والست القويه المفتريه دي. فاللي بيحصل هي عمليه ابتزاز ومحاوله اقناع بالتعاون علشان تنفد بجلدها من الاخر، تحافظ على حريتها. جندية ده الراجل النينجا بتاع الموسم الثالث اللي كان على وشك ان هو يبوظ المخطط، ولكن قدروا يتحفظوا عليه. على ما يبدو هو هيبقى عنصر الخراب اللي جوه المكان، وده عنصر ممكن لو احنا متعاطفين قوي مع المسلسل نقول ان هو في قدر من التجديد، ان المره دي بقى في قلق جوه المكان نفسه. ده خربها عليهم خراب مستعجل. You're on your own.
برضه ده عنصر جديد، فكرة ان البروفيسور ما بقاش في الصورة اطلاقا، او على الاقل ما بقاش متحكم في الاحداث، نسبيا جديد، مش اول مرة نشوفه بس نسبيا جديد. بعد كده المونتاج بتاعنا سريع بقى، محتاج تدقيق قوي، يعني الناس تقف على لقطة لقطة بقى وتبتدي تبص على الدنيا. الاليمنت بتاع جندية اللي في التيوب بتاع التكييف، العنصر التخريب اللي من جوه نقدر نقول عليه ريفرس داي هارد الجزء الاول، ده اللي جه في بالي علما كمان بان المزيكا فكرتني جدا بداي هارد. اوبا اوكي، فطوكيو اتشلوحت من الراجل النينجا ده. اوكي، طيب هو ايه مسكها بيهبب بيها ايه؟ مش فاهم. وبرلين عاد تاني على ما يبدو فلاش باك، وده انا متقبله لان دي الفورمات اللي احنا ماشيين عليها اساسا، فبناء عليه الدنيا مكمله. ايه اللي هيحصل يعني؟ ما لازم الفورمات تكمل معانا، احنا كده كده في بارت 4 اللي بيكمل البارت اللي فات. Let the chaos. ده مهم جدا، انا كنتش واخد بالي من الكلام اللي بيتكتب في اول مره شفت فيها التريلر، بس ده كان انطباع عندي ان الدنيا في البارت دوت هتتميز بقدر كبير جدا من الفوضى، وده ظريف. انا عن نفسي متحمس له. بيجن. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، احنا بنتكلم على ايه اللي حصل هنا؟ مين اللي بيحضن مين، او مين اللي ممسوك في ايه؟ الراجل ده جامد جدا، شكله هيبقى عنصر مهم في الموسم. ان شاء الله نيروبي هتعيش يا جماعه، ان شاء الله نيروبي مكمله معانا، ان شاء الله. اتشالوح يا اللي بتتشالوح، ريو دنفر، وهو الولا جنديه اللي بيجري عليهم ده، يا نهار اسود. طب دول كده خلاص بقوا فراخ مشويه يعني. ماني هايست بارت 4، مصممين على الاسم اللي محدش عايز يعترف بيه، احنا خلاص احنا مسمينه لكازا دي بابيل ومقتنعين بالاسم وماشيين مع بتوع اسبانيا، واسبانيا فوق وخلصنا على كده خلاص. 3 ابريل، يمكن دي اكتر حاجه في الدنيا مخلياني متحمس للموسم ده، او البارت ده، او الجزء ده من البارت ده، او الدنيا لعبوكه يعني، من هذا المسلسل اسمه ماني هايست، او اسمه لكازا دي بابيل، او اسمه الله اعلم ايه، ما علينا على الاطلاق. المهم ان هو منه هيبتدي بسرعه، مفيش وقت كبير قوي لان احنا نقعد نهري في نظريات، ونقعد نرمي توقعات، ونقعد نحبط من احباطات، ونقعد نعمل حاجات بالطريقه ديت، فانا سخنان رغم ان انا مؤخرا نادرا ما بسخن على اي حاجه في الدنيا يعني. ده انطباع يا جماعه، في حاجات كتير قوي ممكن نقعد نتوقعها، نيروبي هتموت ولا لا، المشاهد اللي احنا بنشوفها اللي يبدو ان شخصياتنا فيها بقت في خانه الياك زي دنفر وريو، زي طوكيو، زي الكلام ده كله، هل متحمسين لفكره جندية اللي بيثير شغب من داخل البنك مقابل ركال اللي متحفظ عليها؟ الفريق بتاعنا بقى في وضع لا يحسد عليه على الاطلاق، وده مكان حلو للاحداث عشان تنطلق منه. نسبة ترقبي انا 10 من 10، لان المسلسل من المسلسلات اللي انا بحبها وبحب اتابعها، وزي ما بقول كمان مرة مش هقعد استناها كتير، وده عنصر مهم جدا بالنسبة لي. 3 ابريل على نتفليكس ان شاء الله، ده رأيي انا، ونسبة ترقبي انا وتوقعاتي انا، الاهم منها رأيكم، ونسب ترقبكم وتوقعاتكم يا ريت تساهموا بيها في الكومنتس. الف شكر لحضراتكم على المشاهدة، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم حلقات اول باول، تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو، وباي باي.